مجزول الأخبار أقدمه لكم من راديو آم، أهلا بكم. بداية، باشرت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا حول الفيضانات التي لحقت بالطرقات ومسالك المرور بالعاصمة وبعض المناطق الأخرى من الوطن، وجاء هذا بعد تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون التي أمر فيها بفتح تحقيق فوري لاكتشاف أسباب ارتفاع منسوب المياه بشكل غير طبيعي. ويأتي هذا الأمر بعد أسابيع من تعليمات وجهها تبون للحكومة بفتح تحقيقات حول أزمة السيولة على مستوى مراكز البريد ونقص التزود بخدمة المياه الصالحة للشرب، وكذا حرائق الغابات وضعف شبكة الانترنت. وأفضت بعض نتائج هذه التحقيقات إلى عزل عدة مسؤولين من مناصبهم بسبب التقاعس في أداء مهامهم الموكلة إليهم. في خبر آخر، قرر مجلس قضاء الجزائر النطق بالحكم في قضية الصحفي خالد درارني والناشطين سمير بالعربي وسليمان حميطوش يوم الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر. والتمس نائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة خلال جلسة الاستئناف 4 سنوات سجن نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية في حق المتهمين الثلاثة. قضت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة صباح اليوم بإدانة النائب بالمجلس الشعبي الوطني بهاء الدين طليبة ب8 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة أملاكه. ويواجه الوافي ابن الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس عقوبة السجن ب20 سنة و8 ملايين غرامة مالية مع تأييد أمر القبض الدولي، في حين أدين اسكندر ولد عباس ب8 سنوات حبس نافذ، كما أدين بوشناق خلادي ب2 حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 8 ملايين. كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد على فقدان قطاع الصحة لحوالي 100 عامل من مختلف الأسلاك بعد إصابتهم بفيروس كورونا ووجودهم في الواجهة للتكفل بالمرضى، فيما أصيب 4025 آخرين نتيجة تعرضهم للإصابة بكوفيد-19. في آخر خبر، أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء أمس أن المحادثات بين وفدي حكومة الوفاق الليبية والسلطة الموازية شرق البلاد التي جرت في مدينة بوزنيقة المغربية على مدار يومين أفضت إلى اتفاق على ضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة. وجاء في البيان أن الحوار السياسي الليبي يسير بشكل إيجابي وبناء وحقق تفاهمات مهمة. بهذا أصل معكم إلى ختام الموجز. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا الإلكتروني radioam.info. إلى اللقاء.